ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في ناس بتسألني بتقول لي انت بتعمل التجاعيد بتاعتك ازاي وتفاصيل الرسمة ازاي؟ تمام. هو بص، هو انا بشتغل عادي بالقلم عادي ومعتمد على الظل النور بتاعي والتسييح. بس تعالى اوريك بقى بتبقى باينة ازاي قبل ما اعمل التجاعيد بتاعتها. حضراتكم، هي الرسمة بتكون باينة كده، تمام. ده الجزء اللي خالص، لكن هو مش هيبان عشان الجودة بالليل وكده، وده الجزء اللي لسه انا شغال فيه اللي هو التسييح ده، تمام. هي الرسمة بتكون باينة كده، باينة من السياحة عادي كل حاجة. ببدأ بقى تحط هنا بقى الدرجات بتاعت اللي هي الدرجات البي، الدرجات المختلفة، تمام، زي التمانية والخمسة والتو بي، وبظلل وبسيح وبعمل بالاستيك مونو زيرو اللي هي الحاجات البيضة الصغيرة دي، وفي الآخر التجاعيد بتبان معايا واحدة واحدة كل ما بظلل الجزء. بس الموضوع سهل بس متعب شوية في الشغل.